حين علم البروفيسور أحمد جمعة خبير الآثار الإسلامية الموصلي بتفجير المنارة الحدباء أصابته جلطة قلبية وأسعفه الحظ فشفي منها. يحمل على كتفيه سنواته التي تخطت 80 ويحمل بيديه رسوماته الخاصة عن المنارة الحدباء والجامع النوري التي استندت إليها عملية إعادة إعمارهما ضمن مشروع روح الموصل. قاعدة الميدنة وكذلك البدن عليه زخارف، هذا الزخارف الموجود على أوجه قاعدة الميدنة، قاعدة المنشورين الميدنة، وهذه 7 أنطقة من الزخارف الهندسية التي على البدن، 7 أنطقة ترمز للسماوات 7، وبنفس الوقت كلها هندسية لتعطي تحقق الانسجام الهندسي ومتنوعة العناصر لتخضي على ضائف الملل التي تصيب العين لدى النظر إلى السطوح الملونة بلون فني واحد، ونجد عينات النطاق الأعلى كبيرة أخذ مستوى النظر بالاعتبار. للأسف الشديد تعرضت كذلك مناطق الحدباء إلى تفجير من قبل التنظيم الإرهابي أدى إلى فقدان الجزء الاسطواني بالكامل اللي كان يحوي على 7 أنطقة زخرفية وكذلك 7 أفاريز كانت تفصل بين نطاق وآخر. حاليا القاعدة تحوي على 4 جوانب بزخارفها بالكامل، لم تتعرض إلى أضرار رغم الأضرار اللي أصابت الجزء الشرقي منه، لكن كذلك احنا رفعنا أجزاء لا زالت متكاملة تشكل وحدات زخرفية متكاملة أثرنا عليها في الجزء العلوي من سطح المنارة وأجزاء أخرى ملقية على الأرض في محيط قاعدة المنارة، تم رفعه وتوثيقه بشكل كامل لغرض ضمان إعادة تعويضها وتصنيعها حسب القياسات وأشكال الزخارف اللي كانت منفذة عليها. تشاهد المنارة بنفس المكان الحالي؟ بالتأكيد، القرار المهم اللي كذلك تم اتخاذه أنه يتم إجراء أعمال الصيانة والبناء على وضع المنارة الأصلي بموقعها الأصلي الحالي، لأن المكان ذو قيمة تاريخية، من الصعب جدا أنه يتم إزالة الجزء المتبقي ونقله في مكان آخر، لأنه بالتأكيد راح تفقد قيمته التاريخية رغم الأضرار والأجزاء الكبيرة اللي فقدتها، فإن الجزء المتبقي حاليا ما يتحمل أنه يتم إزالته بالكامل ونقله إلى مكان آخر، لأنه بالتأكيد راح تفقد قيمته التاريخية. في المخزن تم جمع الطابوق السليم وتصنيفه بحسب الشكل والقياس والنقوش وتوثيق كل ما يرتبط بالمنارة الحدباء، كما يجري في المخزن تنظيف القطع وصيانتها وتحضيرها لمرحلة الإعمار. نستمع لشغف خبراء الآثار الموصليين وهم يتحدثون بفخر عن إرثهم المعماري والإنساني وجهودهم في إنجاح مشروع روح الموصل الذي ترعاه اليونسكو بتمويل من الإمارات العربية المتحدة. أي فصال النجمة؟ هذا فصال النجمة اللي كان بالواجهة الشرقية من المنارة، من ضمن فريز بالواجهة كانت بنقوش النجمات. هاي القطع تنفرز حسب الأرقام وحسب الأشكال قبل ما تتنظف؟ هو احنا فرزناها بشكل أولي مبدئي على الشكل، ثم بدأنا التنظيف وبدأنا العزل، يعني الشكل النجمي خليناه الواحد حتى عادة الاستخدام، احنا نعرف حاليا موقعه الأصلي، فبعادة الاستخدام وبعادة البناء سيتم عادته إلى موضوع الأصلي بشكله الأصلي. ايش تعني منارة الحدباء للموصليين؟ هوية، منارة الحدباء هي الهوية واللي مركز فخر لكل موصلاوي، انا باعتباري اعتبرها الام اللي تحط ابنائها حواليها داخل المدينة القديمة. كان فقدانها ضربة قاضية وضربة قوية للموصليين، ولكن عند بدء العمل بمشروع إحياء روح الموصل ومنحة الإمارات العربية المتحدة عاد الأمل للموصليين بإعادة رمزهم وهويتهم إلى موقعها الأصلي،
هنالك دوافع قوية من جميع المسلمين للمساعدة بإعادة هذا الرمز. أنا أعتبر أن المنارة الحدباء هي أهم معلم تراثي في مدينة الموصل حاليا وسابقا. هذا هو هويتنا بين الأمم.